مشاهدي قناة 5 تي في، مرحبا بكم في موجز الأخبار. والبداية بالعناوين: عمر هلال يندد بازدواجية خطاب الجزائر والبوليزاريو بشأن موضوع المبعوث الشخصي للصحراء المغربية. البرلمان يصادق على قانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال. خبراء يحذرون من تطبيق واتساب مزيف. كشف السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عن العراقيل والعقبات التي تضعها الجزائر والبوليزاريو بشأن موضوع تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفندا بذلك المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول الموضوع. وجاء ذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عشية مشاورات مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية والمقرر عقدها يوم غد الأربعاء 21 أبريل. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم بالإجماع على مشروع قانون رقم 1218 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 4305 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال. وتم تقديم هذا القانون من طرف محمد بن عبد القادر وزير العدل، حيث يندرج المشروع في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملائمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي. حذر خبراء الأمن السبراني من إصدار مزيف من تطبيق المراسلات الفورية واتساب قادر على سرقة بيانات المستخدمين في ثواني معدودة حال تثبيته على هواتفهم. ويدور الحديث عن واتساب بينك أو واتساب الوردية المتداول، وهو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك. كان هذا آخر خبر في الموجز الإخباري، دمتم في رعاية الله.